السلام عليكم واهلا بيكم في اول حصه تدريبيه من السيشنز الفري اللي انا كنت اعلنت عنها في الاكونت بتاعي. بس انا سجلت وكان كنت انا جبت جول تمام، حلو. بلعب 4 3 2 1. انا عايز اقول لك ان انا ضايع في الدفاع. انا عارف، انا متاكد من كده. انت هتشوف كوارث دلوقتي ماشي. ما انت المفروض يعني الخطه برضو. دي لما بتلعب بيها انت بتلعب ب 4 4 2 وانت بتدافع. طيب مبدئيا بص كده يا كابو، انت في الهجمتين اللي اتعملوا عليك احنا محتاجين ايه؟ تركز في حاجه في الدفاع علشان الموضوع يتحسن بالنسبه لك، ان انت وانت بتدافع تبقى عارف، او يعني تبقى باين ان تشكيلتك 4 4 2، يعني كل لعيب انت بتمسكه بيبقى هو ده المركز بتاعه. مثلا في كوره زي دي انت خلاص ماشي، ساكا حاولت تلعب بيه والدنيا ما جاتش، قطعت الكوره بدونوفان. انت في الكور اللي زي دي علشان الخطه اللي انت بتلعب بيها انت لعيبتك هتلاقيها بتطلع لقدام تجري، حلو؟ فباصه زي دي انت هتخلي دفاعتك انت مكشوفه، تركز الباصات بتاعتك تبقى على قد ما تقدر الباصات. اه ماشي تمام، انت التلت الاخير ده ممكن ابقى الباصات تبقى مسيفة. فيها ريسك، بس تبقى الباصه هتروح لرجل واحد، بالذات لو حصل ان انت مثلا لسه قاطع الكوره علشان لعيبتك تتقدم. انت اول اللعبه اول ما بتقطع الكوره تبتدي انت لعيبتك خلاص تاخد بقى ايه الادوار بتاعتهم الهجوميه، فلو حصل ان انت خسرت الكوره في حاجه زي كده هيبقى المنظر زي ما انت شايف، انت في 5 من لعيبتك قدام بره الكوره. تمام. طيب هو عمل الباصه دي وانت كنت صح ان انت تمسك تاني، تمام، بس اول ما الكره راحت لبرولين هو باصها تاني اللي في النص اللي هو بارجي سونج. انت في الحاجه اللي زي دي المفروض تروح تاخد اللعيب اللي في المربع بتاع بارجي سونج اللي انت عملته ده، بس كان يبقى بدري شويه. ليه بدري؟ علشان انت الكوره هو اول ما خدها باصاها، لو انت دلوقتي غيرت الكرسر كنت هتعرف تضغط على بارجي سونج، مش هيخلي الكوره معاه للفتره دي، فاهم؟ فضل ماشي لوحده. طيب حصل ان هو نزل لتحت، يبقى هو خلاص ساب المربع ده وراح للمربع بتاع الهاف ليفت، فانت تروح تاخد الهاف ليفت وتجري عليه سبرنت تضغط عليه. الفكره كلها ان اللعبه انت محتاج كل لعيب واقف عندك يضغط على المان بتاعه، يعني انت وانت في بالك كده طالما انت وانت بتدافع بتبقى 4 4 2، قسم اللعيبه بتاعته يبقى كل واحد من عندك مان تو مان معاه، عارف زي الهاندبول؟ ايوه تمام فاهم، بحيث لان لما بيسيب خلاص بالظبط المكان كده بتاعه بالظبط، وانت محتاج انا الكرسر. كنت بعرف جميل جدا، انت الكرسر بقى انقله ما بين اللعيبه يبقى كل واحد في حتته وماسك المان بتاعه، يعني مثلا الراجل هو بيدافع عليك كان المفروض ياخد ده ويروح يقفل عليك المساحه دي، بالظبط كده. هو مش هيعمل كده، فطالما هو مش هيعمل كده انت خد اللعيب بتاعك وابدا يجري. بس بقى الحاجه ايه الغلط اللي انت عملته هنا؟ ان انت لعبت على اللي في دماغك، يعني انت قلت ان هو هيروح ياخد السنتر باك ده وهيطلع يقف قدامك فوق، ورحت انا عشان عايز يعني من الاخر كده لا اهوشه ترقصه، انت عايز بالظبط كده. فانت ما ترقصش على حسب اللي في دماغك، انت رقص على حسب اللي هو هيعمله فعلا، قلل من التوقع بتاعك. يعني بص جوه ال 18 دايما تحس فاهم ايه الادرينالين بيعلى، انت خدت ووكر وده المفروض المان بتاع ووكر، روح يعني ما تروحش تقفل الشوطه، لا بالعكس روح له انت قبل عليه،